إيش معنى الرحمن على العرش استوى؟ لأن استوى استوى يجوز أن تكون بمعنى تساوى، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني تساوى. واستوت على الجودي يعني استقرت، واستوى على سوقه أي تم واشتد. واستوى تأتي بمعنى هيمن وقهر، أليس كذلك؟ تأتي بمعنى هيمن وقهر في لغة العرب، وقد ذكر ذلك صاحب اللسان، وذكره صاحب التاج، وذكره غير واحد من أرباب اللغة، قالوا أن استوى تأتي بمعنى قهر وهيمن وغلبة. فالرحمن على العرش استوى بمعنى هيمن. لماذا نقول هيمن وما نقول بمعنى استقر كما يقول الآخرون؟ استوى يعني استقر. لماذا؟ لأن الاستقرار على العرش يفيد التناهي.